شهرين بعد حرائق تيزي وزو، شهرين والأهالي هنا يبكون موتاهم، دموع قابلها وقوف الجميع إلى جانبهم وقدم لهم كل الدعم المعنوي والمادي للتخفيف من حجم المعاناة. عبد المالك من بني دوالة منعته الإجراءات الإدارية من الحصول على التعويض. نفس الوضع يعيشه مواطن آخر من واضية، احترق منزله بالكامل لكنه لم يكن حاضرا أثناء جرد الحصائر. كل شيء قرن لاشيرونس تبرق روحك لاشيرونس شمس السي تي سي نوزا دوني اورانج 4 ومن بعد دوز ريغ على لا سويت تورا كي قرا خدم دار كور تورا نزرا راكم كومون سافا سيرميني كوم موا مسيو الوالي جاو J'ai pas pu déclarer parce que j'étais ému, خوف تنار منو منا j'ai pas pu. L'État vient en aide à cette population, Inch'Allah avec le concours de tout le monde. Et je m'adresse aux autorités locales, en l'occurrence la commune et la Daïra, qu'ils affichent une disponibilité totale auprès de cette population. السلطات الولائية واقفة على متابعة عمليات التعويض من خلال زيارات ميدانية إلى كل المناطق المتضررة والتقرب من ضحايا الحرائق على أمل أن يتم تدارك ما لم يتم إحصاؤه.